أي أمرا عبي من سوارة طرابلس، خريجة كلية محمد بن راشد للإعلام بالجامعة الأمريكية بدبي. أرقام الموازنة don't make any sense مثل كل شيء بهالبلد. هذا لنبلش. بالنسبة لإلي ما بأمن فيهم، لأنه طلعوا من حكومة مخلوعة تحت ضغط ب 48 ساعة ومتبنيتها حكومة مرفوضة عايشة بوهم. فلهيك ما بأمن فيها، ولكن في شيء تاني بأمن فيه، بأمن إنه صار الوقت. صار الوقت تنفكر بالمستقبل، ما نترك المستقبل يلعب فينا. صار الوقت تنكون كل إنسان وطني وحر، ما نخلي التيار عزوقه يمشينا. صار الوقت تنهدم كل القوات ونعمر قوة واحدة، واحدة بس بتكفينا. صار الوقت تيكبر فينا الأمل، الأمل ببكرة مش بالحركة اللي حرقت ديننا. صار الوقت تنآمن بالله سبحانه ونقول لحزبه على الأرض، لفلسطين معك من قاوم، وللقدس الأبية بس من سياستك الداخلية وحياة الله اكتفينا. بس بدي أقول شغلة، أنه من قلبي بأسف عليك يا شعبي اللي ورا زعيم بعدك راكد. بالنسبة إلك عادي تكون لعبة بإيد الفاسد، عادي حركك كيف ما بده وين ما بده أيمت ما بده، وانت تبقى راكد وراه أو مثل الصنم واقف حده. عادي هو يكذب عليك كل يوم ويطلع معك استاذ مرسال يقلنا هيدي الحقيقة، وانت تقول له له يا سيدنا ولو ما نحن روحنا إلك منفديها. أنا ولا مرة قلت له هيك. عادي لا الشعب عادي لا. هو يغنى ويكبر وأنت تفقر أكتر كل يوم، حتى إذا اضطريت توظف ابنك يقول لك من عيوني ولو. صدقني مش مستاهلة بتاخد أكتر لما بوجه الفاسد الظالم ترفع صوتك وتقول الله أكبر. الله أكبر على كل من علا واستكبر، الله أكبر على كل من طغى وتجبر. شكرا. جنني